هذا وقد أكد هذا الإقبال الكبير على مراكز الاقتراع أكد الوعي المجتمعي بالحقوق السياسية من مختلف فئات المجتمع. تأكيدا على وعيهم بحقوقهم السياسية والمشاركة الفاعلة في هذا العرس الديمقراطي، شارك الناخبون من الجنسين من أجل نفع الوطن والمواطن في هذا اليوم المميز. الانتخابات الوطنية هي واجب وطني واستحقاق دستوري، ولازم كلنا نشارك فيه. وطبعا شعب البحرين أصبح واعي بهاي الموضوع، وكلهم طبعا مشاركة وايد عودة هني عندنا في الدائرة الثامنة، وصراحة شيء وايد حلو، يعني حتى الأجواء وايد ممتازة، وأتمنى حق الجميع إن شاء الله التوفيق والنجاح. طبعا تأتي الانتخابات دعما للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي فتح الباب على مصراعيه لكل مواطن في هذه المملكة أن يدلي بصوته في اختيار المرشح الذي يمثله في البرلمان. الناخبون أكدوا على استمرارهم بعزم للمشاركة وممارسة حقوقهم الكاملة المكفولة دستوريا لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم. أصبح للشباب أكثر وعي في الانتخابات، وصرنا واعيين أكثر في شلون نختار الشخص الأكفأ اللي يمثل دائرتنا واللي يخدمنا على مدى الأربع سنوات. وفترة الانتخابات هذه علمتنا أن احنا نقدر أن احنا نصنع القرار. منظومة وطنية متكاملة تسير على أسس وروابط لتفعيل الشراكة واستكمال المسيرة الديمقراطية. إقبال كبير للناخبين في مراكز الاقتراع تأكيداً على دعم المسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.